مساء الخير عليكم، حلقة جديدة لبيت للكل. مساء الخير يا مكالي ياسين أحمد. مساء الخير والتفاؤل. أكلم زي ما بتقول إن شاء الله مرتاحين. إن شاء الله مرتاحين بخير زيانين. بخير زين حلو. إن شاء الله السنة بدي حلو. طبعا احنا مصر مرتاحين. طبعا انتم منورنا أصلا يعني. نور نور. طيب بما إن احنا كده دايما في أول السنة ومع أول شهر يعني طاقة التفاؤل بتبقى موجودة. بيبقى الإنسان بجد دايما عنده أحلام، ودايما تسمع كده عندنا حتى في مصر نقول إيه؟ أول يناير أنا بقى من أول يناير هظبط كل حاجة، من أول يناير أنا هتغير، من أول يناير هعمل كل حاجة مظبوطة، ودايما بتفكر إنه وضحكة حلوة، دي طاقة حلوة. صحيح لو شفتونا النهاردة بالصدفة إن إحنا التلاتة لابسين أسود وأحمد، بس على فكرة ما هي التفاؤل مش بالألوان، بس ممكن كمان الألوان طاقة حلوة. الأسود جميل صح. الالوان ربنا كلها حلوه كمان. ايه في تونس بتفائلوا فيه لان الابيض رمز الحداد بجد. مش شرط. بصي انا شايفه ان الالوان كلها حلوه. صحيح ان الالوان المشرقه بتعمل بهجه طبعاً. بس يعني في الشتاء والبرد الاسود بيدفي، بس بعدين يعني الشخص هو اللي بيعكس الطاقه مش الالوان. الله دي حقيقه. اذا روحك حلوه وروحك متفائله كل الالوان تكون حلوه طبعا. احنا بنقول كل الكلام الجميل ده عشان الصدفه الجميله اللي جمعتنا في لون واحد اي ما يكون. المهم الروح والتفاؤل. ولسه هقول عارفين أغنية محمد منير لما غنى قالك لسه الأغاني ممكنة ولسه الأماني كمان ممكنة. بعد هذا الكلام الجميل اللي ذكروه طبعا زميلاتي كلهم لابسين أسود يعني ما شاء الله عليكم اليوم السواد. أحمد أنت مش بعيد عنا برضه يعني لون الكحلي أو النيلي يكون مقارب للأسود بس أنا كاسرها بهذا الموضوع. ماشي هو ده رمز التفاؤل. ايه هذا رمز التفاؤل. بس أنتوا قلوبكم بيضة ومتفائلين طبعا وجمال روحكم، لكن الأسود مثل ما ذكرتوا بأن باقي البلدان يرتدون اللون الأسود في الحفلات الخاصة. احنا ممكن مناطق الشرق الأوسط نرتدي الأسود بالحزن. إن شاء الله يبعد كل الحزن. احنا اليوم متفائلين مثل ما ذكرت شاكي بداية عام جديد وشهر جديد. دائما التفاؤل والإصرار لازم الإنسان يكون عنده طاقة للمواصلة والاستمرار بالحياة. مو نقوله فقط كلام بأن أنا استمر أنا أتفائل، لا لازم تعمل بعزيمة وتجتهد حتى توصل لكل ما تريده وتحقق أحلامك. هذا مو شعارات نرفعها لكن هذا إصرار الإنسان. الحياة مرة واحدة تعيشها، عيشها بسعادة وحب وتفاؤل إنسانية، وإن شاء الله الله يجمعنا فقط على المحبة والسلام في كل البلدان يا رب. يعني أنا دائماً بحب موضوع أنه الواحد لازم يتفائل حتى تفكيره لازم يكون إيجابي، لأنه أنت إذا فكرت بإيجابية الإيجابية رح تيجي لك. وعندي ممكن أعتبرها قناعة، ممكن بعض الأشخاص يختلفوا معي. الطاقة طالعة منك بتجذب الطاقة اللي نفس طاقتك، يعني إذا أنت طالع منك طاقة إيجابية بتجذب الإيجابي. وفي عنا مثل بالأردني بقول رافق المسعد تسعد، يعني شو ما كان اللي حواليك عم بنقول لك هذه الإيجابية. وإن شاء الله يا رب سنة 22 تكون سنة حلوة علينا كلنا. يقول لك رافق جاور السعيد تسعد ورافق السعيد تسعد تمشي برضه. فبالضبط عشان هيك لازم إحنا نكون عنا توقعات بهاي السنة الجديدة. وبيحكوا لك كل متوقع آتم فتوقع وتمنى ما تتمنى، فلازم واحد يكون عنده تمني للمتوقع القادم الجميل أكيد يا كاثي.